تخبي الدمعة وما تقول عييت، هدي هي أمي تبكي الشمعة وأنا ضويت، هدي هي أمي تعبت سهرات باش نرتاح، سبب فرحي سبب النجاح، سعدي وفرحي بيه كنفوت يعني تنفعك، ولكن ما درتيش حتى هي عطاتي. ولي سوء تفاهم وجاب لي السيد اللي بغى يشري البقعه، سنيت ليه. خصاتي الفلوس في القمر وجيتي لعندي، فلوس ربح. الناس اللي خدام معاهم دابا الناس ماشي ساهلين. واحد ليفرور صاحبه هو كان عطاه شي موتور، يعطيك واحد الكارطونه خدها من عنده ودخلها للفارماسي. كارطونه ديالاش؟ بالك كتعقدي الامور وكتكبريها. لا 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 لا، هاد الدري ما عاجبنيش حاله. انا مشيت قدام الكوميساريه حتى عيطوا لي البوليس. هناك فريق عمل وهو بمثابة خلية نحل تشتغل ليل نهار. وانت ملي جاو البوليس لقاو الكارطونه فيك؟ ما عندي علاقه بهاد الدواء، اول مره نشوفه. راسي مرميه، كنحس براسي انني مظلومه. ما ربي ان شاء الله غيعوضك. امين. وما ان يعلم الله في قلوبكم خير. امين. يوتيكم خير. حلقتنا اليوم من البرنامج الاجتماعي الحبيبة امي غادي يدخل المؤسسة السجنية بني ملال ويتلاقى مع احدى الامهات اللي كتب عليها المكتاب. اليوم حكاية امي آمنة، هاد المرأة اللي كافحات، كانت كتشتغل في الميدان الصيدلة لسنوات ومعروفة في هاد المجال في مدينتها. يمنى كتب عليها المكتاب هي والولد ديالها، واللي بسبب الطيش ديالو وعدم المسؤولية غادي يدخلها في متاهات ما عندها لا أول ولا آخر حتى تلقى راسها في السجن. تولدت أنا هنا مديت بني ملال، وكبرت هنا في بني ملال حتى 1975. با كان ممرض هنا في سبيطار بني ملال، كان راجل موظف على قد الحال، وحنا كنا تسعود ديال الخوت، كاينين بين بنات ثلاثة الولاد وستة البنات، ضاعت وحدة بقاو خمسة البنات. هذه اختي هي اللي كانت هي ربات العائلة، هي كانت خدمات ملي كانت صغيرة هنا، كان واحد الطبيب كان اسمه الدك. المهم خدمات عنده هي اللي كانت هزة العائلة، لأن ذاك الوقت كانت سبيطار ممرض كانت عنده غير شي 25 ألف ريال، هذا الشيء اللي كان عنده في المانضة. وحنا كنا كتار، هذيك اختي خدمات حتى شرت لنا الدويرة على قد الحال. أمي مزيانة، مرة مزيانة وحنونة، ودابا هي مطروحة في الفراش. المهم مطروحه دابا في الفراش، مره كتعقل، عندها الزهايمر، مره تعقل مره ما تعقلش. با جا مرض السرطان في الكلاوي ومات. با توفى في 78.
خدامه في واحد العياده طبيه منذ 1979. ملي كنت جالسه عند اختي في العياده كتسنى في واحد السيد يجي عندها وعيط لها. هذيك الساعه كان التليفون الفيكس وعيط لها وكنت جالسه انا تما يحتاج هذا السيد بغى يدوز للام ديالو. هي كانت هي اللي ولات عجوزتي جا بغى يدوز ليها تمايا. صافي هو يشوفني شافني تمايا صافي جا خطبني من عند اختي زوجت بيه على سنه الله ورسوله. جا لهنا عند دارنا درت معاه لاكس صافي درنا العرس وتزوجت. هاد الخدمه ديالك ما دخلش يا راسي. وانا قلت لك باغي نخدم هي غادي نخدم. ما عندي ما ندير بخدمتك. ناقصك شي حاجه؟ انا ما كيهمونيش الفلوس. خاصني نخدم، خاصني نحس براسي كاينه عباد الله. اسمعي نقول لك ما غاداش تخدمي وغادا تجلسي في دارك. كيفاش جلسي في دارك؟ وهذوك الدبلومات اش ندير بهم؟ نعلقهم ونبقى نتفرج فيهم؟ اسمعي نقول لك غتجلسي في دارك هي غادا تجلسي في دارك حتى لهنا وما غاديش نتفاهم انا وياك. نديت بني من الملالية ولكن انني في الفقيه بن صالح مشيت لها في 1975 رباتني واحد اختي كانت مزوجه تمايا. وهذيك العياده الطبيه فين كنت فاش خدامه اختي كان واخده واحد بقيت معاهم. كانت الحاله ما هياش كنا فقراء. هذيك اختي هي اللي قراتنا وهي اللي ربتنا كلها العائله. بقيت عندها تمايا حتى تزوجت من عندها وقريت خديت جوج ديبلومات ديال ليكول دي زانفيرمي كنت هنايا مع المخزن. وملي تزوجت عطاتني اختي تزوجت في 85 الراجل ما خلانيش نخدم. انت اختي كتشوفي حالتي نهار وما طال وانا في الدار. ايوا لا ماشي تزوجتي باش جلسي في الدار. انا غادي نهضر معاه مزيان تبارك الله قريتي حتى عييتي وفي الاخر تجلسي في الدار. لا 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 ايوا الزواجيه ما قلناش لا ولكن اش من علاقه عند الزواج مع هذا الشيء؟ عافاك اختي اللي ما هضري معاه. انا راني عييت واه بغيت نخدم ما بغيتش نجلس في الدار. وهذوك الدبلومات اللي خديتها شنو ندير بهم؟ واش اختي نعلقهم في الكوزينه ونجلس نغسل الماعن؟ لا 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 انا هذا الشيء ما باغياهش وما راضياش عليه ولا بالنقص كاع من هذا الزواج. وزيدون هذا الشيء ما اتفقناش عليه النهار الاول معاه. شوفي يا بنا صافي بلا ما تعصبي انا غادي نهضر معاه. انا راه خصك كبر منك وهو راه كيسمع مني وكيحشم مني. غادي نهضر معاه صافي كولي هانيه ان شاء الله. وملي كنت معاه في الدار قبل تتزوج البنت كانت تعطيني 1500 درهم. ولكن البنت كانت باقه 1500 درهم فيها الضو فيها الماء فيها السياره كان غير 24000 ريال كيخلص بها الكرة. كان ميكسيني ما يصبطني ما حتى حاجه. اسمعوا الناس نهار الاول خديتي اختي خدامه وغتبقى خدامه وزيدون هي مرسمه في العياده وغتبقى مرسمه وما غاديش تخرج ليها انت على خدمتها ياك. هذيك اختي انا مربياها ومكبراها على يدي وكتسمع مني واللي قلتها ليها غادا ديرها هي. دابا حيت اختك تسمع منك غير انت وانا راجلها ما تسمعش مني. سمعي نقول لك كلمه وحده عندي اختك غادا تبرك من الخدمه يعني غادا تجلس. راجلي مدمن السكر المهم وطريق اخرى كاين هو داكشي اللي فراسو ولو 10 دريال ما يعطيهاش لك هو يمشي الفلوس في الاخوه وما يعطيكش. هو السلم 11 كيربح مزيان عنده الصالير ديالو مزيان. حياتها مع زوجها عمرها عرفت الفرح. كل مرة كيدخلها في متاهات كتيرة وكاع داكشي اللي كانت مخبية لدوير الزمان كيصرفهم في حياتهم وميولاته الشخصية. وكانت الفلوس اللي جمعات باش تشري بها دار وتخرج من ديور الكرة
النقطة التي أفاضت الكأس وقررت أنها تنهي علاقتها معه. شريت أنا وياه بقعة كنت شريتها ب3.5 مليون. هذيك البقعة وقع وصلت حتى تباعها ب10.25 مليون. أنا عاقلة على ذاك النار فاش باعها. أنا ولدت البنت في 93، مشيت للسبيطار بغيت نولدها، جا عندي وقال لي بأن راه بغيت نشري أبارتمون في كازا راه رخاص 26 مليون. قلت لي أودي مرحبا، أجي إلا بغيتي هذا نشوفو كيفاش ونمشيو نشريو بالكريدي. دابا أنت راه عندك الصالير ديالك وغادي يعطوك الكريدي عليه وهادي. قال لي واخا. يا منى حتى هادشي سمعيني، هذيك الارض اللي شفنا زوينه وما خاصناش نفلتوها، خاصنا نشريوها. همزه جاب الله الوليدات. ايوا شري ياك عندك فلوسك، شنو بغيتيني انا؟ انا ان شاء الله غادي نشريها، غير هو بغيتك تعاونيني ب 10 ديال المليون، بغيتك تعطيها ليا وانا ان شاء الله غادي نرد عليك، لان بغينا نشريو هاد الارض هادي وانت ديما كتقولي ليا بغيتها نفصل شي حاجه على الذوق ديالي. هاي جاب من الله هاد الارض شوكيه وجاو فيها 3 ديال الفرصادات زوينه وتكون مشمشه على 3 ديال الجويه. ايوا نفكر نفكر ونشوف وتنشوفوا بعدا هاد الدار كي غادي تخرج. إيه لا بلا ما تشوفي الله يهديك. إلا شو ما كيما تفكري ان شاء الله داكشي اللي غادا تنوي هو اللي كاين، كلشي غادي يكون مزيان. غير هو اللي عطيتيني دابا 10 المليون، دابا غادي نمشي عند السيد نسيني معاه وانا غادي ندوز عند النوطير، وانت النص وانا النص، غادي يكونوا الوراق مريقلين. ايوا عندك عندك تاخذ الفليسات وتمشي تضربهم وتجي تجلس حدايا عاوتاني. هي مناش هاد الهضره هادي؟ واش انا باقي دري صغير؟ هادشي كنديرو لك عنتي والوليدات، وانا بغيت لك على الخير، انا ما بغيتش والو. لك النص ديالك غادي يكون مضمون، هادشي راه كنديرو لك انتي والولاد. بغيتك نعمل لا تفصلي على الدار على شكلك وديري داكشي اللي بغيتي، انا راني عا كنجري عا في الخير. ايوا خليني نفكر شويه ونشوف ونشاور مع اختي. هذاك لا المهم جاب لي العدول وجاب لي السيد اللي بغى يشري البقعه، سنيت ليه صافي مشات تخلص من عند السيد. قال لي الفلوس راه في البنك راني حطيتهم. انا دابا كنقلب على اسمو بغيت نشري لابارتمون في كازا، مشى لقى شي وحده هكا هو ولد كازا. واحد الوقت مشيت معاه لقينا وداكشي، قال لي صافي انا عطيت عليها في العربون، ما عطى عليها لا عربون لا والو. ملي جيت بقيت كنبحث وداكشي لقيت الفلوس ما بقات فيهم حتى حاجه في البنكه. قلت لكم بيعوا شريه ما كملاتش، اشنو بغيتي ندير لكم؟ كنكذب عليكم؟ فلوس ربح. ويلي 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 يا قلتها لكم، قلت لكم غادي دير الفليسات يخسرهم في القمر ويجي يجلس حدايا. ياك القمار ياك بنتي على حقيقتك، خسرتي الفلوس في القمر وجيتي لعندي. سمع حميد، يا ترد الفلوس لاختي يا نفرتكوها دابا اللي غنطولوا ونقصروا. اخالتي امي بلاش من هاد الصداع، خلونا نلقاو شي حل. ما كاين حتى حل ولدي معباك، كاين واحد من جوج، يا اما يعطيني فلوسي يا اما يطلقني. ياه ها اللي قلنا، بغيتي عاد تطلقي؟ والله لا طلقتك، وهذاك النار عمرك ما غادي تحلمي به. اي 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 بر دبه بر دبه بر بر دم. هو مسك الدراري ما كانوش راضيين داكشي قدام الصحاب ديالهم، ولكن في اخر الامر كيجي سكران كيطيح كينوض خاصك تدخلي خاصك تغسلي لي. والبنيه ولات تقول لها بابا هاد الحاجه ما ديرهاش هادي ما ديرهاش. البنت ولا كيجي سكران وهي اللي كتبني كيبدا يحل في الباب تاع الدروج. كنا ساكنين حنا ساكنين في الدوزيام، كيبدا يحل في الباب تاع الدروج. البنت اللي كتخرج كتشدو، الا جيت انا نشدو كيدفعني، ما كيرضاش بيا انا نشدو وما كنشدوش. هي اللي كانت كتشدو هي اللي كانت كتغسل ليه، وهي اللي ولات كيجي يطيح كيجي مجروح كيجي. Thank you.
على السلامة الراجل. هادشي اللي كدير فيه راه ما مسلكش وماشي معقول، راك أب زعما. شنو قلت لك كندير؟ واش باغي تلوميني لا باغي غير تهضري؟ بنت لك ناقص؟ لا ما ناقصش، غير كتبات سهران بالليل وكتضل ناعس بالنهار. ياك انت دابا مزيانه وخدامه مع راسك وانت هي كلشي، انا والو، واقيلا انا بنت الناس. شتي هادشي اللي كدير راه ما غاديش يوصلنا لشي حاجه مزيانه. وفيق الراجل، فيق وحل عينيك، راني عرفتك مزيانه شنو كدير. شنو بان لك انا كنديرهاش؟ لا ما كدير والو، ما كدير والو، غير اللي صورتيه في النهار كيديه الليل. انا هاد المقر ديالك ما عندي ما ندير به دابا. انا لالا غادي نوض نبدل ساعه اخرى. صافي هادشي اللي كتعرف تقول، ها؟ داك الهروب ديالك راه ما غيفيدك بوالو. سمعتي؟ راه خصنا نلقاو الحل. خرجت انايا ماشي هو قال لي خرج، ماشي خرجت انا راسي. قال لي صافي ما بقى بيناتنا شي حاجه صافي خرجي. ضربنا شي مضاربه وداكشي. انا من النوع اللي ما كيغوتش، من النوع اللي ما كينقرش، ما بقى انني نقر ولا نبقى نغوت ولا هذا، من النوع الساكت اللي ما كيهضرش. تزوجتي صغيره وقلتي بغيت نرتاح والخدمه وكبر. انا اللي كبرت الاولاد ماشي الراجل اللي كبرهم ليا، انا اللي كبرت الاولاد. انا بخدمتي باش كبرتهم وقريتهم وقريت البنيه راه شاده الماستر في ليكونومي. مشاكل هادي با بزاف هادشي با، كل نهار الصداع، كل نهار الغوت، كل نهار المشاكل. برد شويه با. دابا انت جاي تلومني، تلومني انت، تلومني اختك، تلومني امك، تلومني خالتك. بغيت غير نفهم شكون كان بان ليكم انا حيت قصير؟ اسمع نقول لك ديك الهضره خليها عندك، ولا هادشي راه بزاف عليا غادي نفرتكوها كاع. ماشي حتى لهالدرجه، انا بغيت نقول لكم لقاو شي حل بيناتكم. دابا جاي انت تقول لي دير الحل ابا. سير سير اوليدي، سير سير، رانا انا ولدتك. عندي سوء تفاهم مع راجلي، كيغوتش عليا، ولكن هو تابع واحد الطريق اخرى. الخمر الخمر والقمر، كيخمر وكيقمر. مرت واحد المرضه خايبه، المهم مشيت بحالي عند بنتي شي مده ديال شي عام ونص. بنتي تتقول لك ماما انا منصب كي ندير فيك انت، منصب كي ندير في با، انت عزيزه عليا وهو عزيز عليا. ميامنة عانت الكثير في مرحلة زواجها. الرجل اللي اختارت تعيش معه حياتها كان مدمن، وحياتها تقلبت معه الجحيم بسبب كثرة المشاكل والخصومات اللي كانت العنوان الرئيسي لحياتهم اليومية. ولدي كان خدام في واحد الشركه ديال الدواء ديال شرا لابارتومون بالكريدي، والمراه حتى هي ما كتشدش فلوس بزاف، حتى هما خدامين هي كتشد غير حتى هي 3000 درهم. هو علاقته معايا انا اللي فاش بغى يتزوج جا قال لبا انا لقيت با واحد البنت مناسبه ليا. با مشى سول على هذيك البنت، المهم سول قالوا لي الناس لا باها كاين، باها ما مزيانش، باها هادي، با هذيك امها واعره، امها قبيحه وداكشي. وانا بقيت تنضغط على با، قلت لي لا انا اللي غادي نمشي نخطب، وانا اللي غادي نمشي ندير كل شيء. وديك الساعه يلا ولدي دخل الخدمه، وانا اللي تقديت كل شيء، هذيك المصاريف ديال العرس، وانا اللي كل شيء. قال لي الولده ماما راني ديميسيونيت من الخدمه، راه المهم راه واحد الباطل طاع عليا بانني راه شفرت ودرت هذه، راه قالوا لي ديميسيوني. هو خدام معاهم شي 9 سنين صافي، وكانوا دارين لي غير 3000 درهم ديميسيونا صافي، خرج في حالته.
دوي دوي شرح لي، هضر معايا، فسر لي، فهمني علاش قدمتي الاستقاله ديالك. انا ما باغي نكون حياتي، باغي نكون راسي. انا كنشوف المستقبل امي. 3000 درهم ما دايره لي حتى شي حاجه. ويلي على المستقبل، ويلي عباد الله، الدري قدم الاستقاله ديالو وقال لك المستقبل، باغي يبقى يدي في الراس ويجيب. شرح لي واش قدمتي الاستقاله ديالك ولا جراو عليك؟ ليش شرحت لك هو اللي كاين امي. انا قدمت الاستقاله حتى 3000 درهم غتعيشني. مزيان مزيان تبارك الله، وفرحان كتقول فيها بوجهك احمر. صديق ولدي كيجي عندنا للدار، جا بغى يخدم، المهم جا خدم في هذيك البلاصه، قال لولدي اودي انا ما عندي فين نجلس، ما عندي. ويقول لي شوف ماما كاينه غير بوحدها، بغيت ماما تعطيك الساروت ديال الدار، وماما تبقى دير لا نافيت لهنا لبني ملال. عطيتو الساروت ديال الدار، وبقيت انا كنجي كندير هنا لا نافيت الدار هنا لدارنا، حتى وقف على رجليه. لا يا اختي، ما كاينش اللي خالعني قد ولدي كامل، ما عرفتوش شنو باغي وفاش كيفكر. تي مالك على هاد الحاله؟ شوفي ما تهزي هم، انا راه كنعرف بزاف ديال الناس خدموا معايا في لافارماسي، غندوي معاهم ونقول لهم يخدموه، غير كوني هانيه. لا لا اختي، اش من كوني هانيه؟ ولدي كامل ما بقاش باغي يخدم مع الناس، انا اللي شايفاه وعارفه، وزيدوا الناس اللي خدام معاهم دابا الناس ماشي ساهلين. لا يا اختي، عندك يديروا شي حاجه لولدي، عرفتي لو وقعت لي شي حاجه نحمق، وبوه عاد يزيد يتشفى فيا. ناري يا اختي غتحمقيني، شحال كتعقدي الامور وكتكبريها. شتي كمال انا راك نعرفو، عنده تجربه وخدم مع بزاف ديال الناس، خلي الدري يشوف مستقبله وبركة من داك الحماق ديالك. مشيت الخدمه، مشيت مع 8:30، رجعت مع 1:30، خدمت في العشيه. فلاشي حتى انا جيت للدار، خرجت مع البنت ديالي، خرجنا باش ناخذ الادوات ديال الوليدات. المهم الغد عاوتاني خرجت مع 8:30، مشيت للخدمه، خرجت مع 1:30. ليفرو تيجي للصيدليه اللي تحت مني كيعطي الدواء، وانا فاش تكون صيدليه انا كنمشي بكري، تتكون صيدليه تكون مسدوده، كنت انا كنشد لهم الدواء ديالهم حتى تيجيو، كنهبط لهم الدواء ديالهم بحال كنتسخر لهم، ما كيحلوش بكري باش ليفرور ما يبقاش يمشي ويجي باش يدور لي فارماسي اللي كاينه. لي فارماسي شي 500 واحد ولا اكثر. مي رجعي عندك واحد ليفرور صاحبي، يعطيك واحد كارطونه خدها من عنده دخلها الفارماسي. كارطونه ديالاش؟ كارطونه ديال الدوام. وهاد ليفرور كتعرفو؟ صاحبي امي كان خدام معايا تيق. وعلاش ما يعطيهاش لكم لي تيقه؟ علاش ما يعطيهاش لكم يدو ليدك؟ بارك امي كثرت الاسئله. كارطونه غيعطيها لك الدري، خليها عندك تنجيو ناخذها. واخا، وانت دابا فين غادي؟ غادي مع هاد الشركه الصناويه، نقضي معهم واحد الغرض وغنمشي. الشركه؟ خليني نمشي معاك. وبارك امي عاوتاني، واش انا مازال صغير؟ خليني نقضي الغرض. نعول عليك امي. واحد ليفرور صاحبه هو كان عطاه شي موتور، وهذاك الموتور ملي عطاه لي دار بيه ولدي واحد لاكسيدون. صافي من تما ما صاوبليش الموتور، هو يدير ليه هكاك. خرج الكرتونه ديال الدواء، وبحال جايبها ليا انايا الكرتونه الدواء، ولكن هذاك النهار فاش جاب الكرتونه تاع الدواء انا ما قبضتهاش، ما شديتهاش. انا كنت كنشري للدراري الادوات ديال المدرسه ولاد ولدي. اجي لهنا جاوبني، واش فين مندوي معاك تبقى تهرب؟ هادوك الكراط اللي كيجيب لك الليفرور راه ما مرتاحاش ليهم، اشنو فيهم؟ امي هذاك الشيء راه غير دواء، كيجيبوا لي الناس كنزيد فيه الثمن وكنبيعو. كيفاش كتزيد فيه الثمن وكتبيعو؟ ياك انت خرجتي من الشركه منين كتجيب الدواء؟ اون بلوس هذا سي مون دومين، الدواء ما كيجيش هكاك. امي راه شرحت لك شحال من مره بلي هذاك دواء، واصلا راني معطل. امي معطل؟ لا مزيان تبارك الله. لا 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 لا، هاد الدري ما عاجبنيش حاله، 100% كيدير شي حاجه خارجه للقانون. غير الله يدير تاويل ديال الخير وصافي. كان جايبو لي العياده، ولكن انا ما شديتوش، شدو في يد الولد اللي جايبو، ما شدوش في يدي انا ما شدو في يدي حتى حاجه. مازال ما عطاه حتى لواحد، شدو في يد الولد، قال لهم انا غادي بيه الفلانه ليا انايا، وانا باقا ما شديتش الدواء في يدي. قال لهم عطاه ليه ولدي انا الكرطونه، تشدت في ليفرور في يدو، باقي ما خرجش من لابوغاتوار. قدم على هذيك العشيه استقاله ديالته هو وشي حد اخر معاه، حتى عندهم برجلو. قالوا لي اجي، قالوا لي بغينا نتحاسبوا معاك، نعطيك داكشي اللي
راه قدمتي استقاله وداك الشيء شي حاجه بغينا نعطيها لي نعطيوها لك. حتى ركبوه وجابوه في الطوموبيل حتى جابوه البوليس. المهم انا عيطت ليه قلت له ولدي فينك؟ قال لي يا ماما انا في البوليس. شنو علاقتك بهاد الدواء؟ ما عندي حتى شي علاقه الشيف. وديك الشركه خرجت منها شحال هاد؟ كيفاش خرجتي منها شحال هادي وانت باقي خدام؟ ما عندي حتى شي علاقه الشيف. ممكن نمشي؟ ما عندك فين تمشي؟ انت وامك كتبيعوا في هادشي، انت كتشريه وكتجيبوا ليها وكتفرقوا ياك؟ كاين شي هادشي الشيف. من فاش شديت كانت يوم الجمعة، المهم مشيت الخدمة، مشيت مع 8:30، رجعت مع 11:30، خدمت في العشية. أنا مشيت قدام الكوميسارية حتى عيطوا لي البوليس. هي كنا تما في السيلون في الكوميسارية، هو كان هنا في واحد البلاصة وأنا كنت هنا في واحد البلاصة، وكنا كنهضروا بجوج. كيقول لي ماما راكي غادي تخرجي، ماما صافي أنا ماما غادي نتحمل هاد الشيء، صافي ماما أنت راه غادي تخرجي وهادو اللي مشدودين معايا غادي يتحملوا. ما حتى حاجه ملي وصلنا لعند الوكيل تعتقلنا، لان هذيك الشركه ماليها صعاب وماليها قاصحين بزاف. دي نكر، ولكن في الدوسي ملي كتبوا البوليس لقيت راسي ان ولدي قال تيعطي الدواء، ولكن ولدي نكر ناكرين. ولكن في الدوسي لقينا بان حنا راه ولدي اللي عطاني كيجي يصيفط لي الدواء. انا الابن ديالها قرر انه يستقل من الشركه اللي كان خدام فيها وبدا كيمارس العمل الحر في نفس المجال، يعني بيع بعض الانواع من الادويه. متاهه كبيره دخل ليها ودخل معاه الام ديالو اللي لقات راسها في مخافر الشرطه كتسائل حول نوعيه بعض الادويه اللي كتجهل المصدر ديالها. شنو علاقتك بهاد الدواء؟ ما عندي به حتى شي علاقه سيدي، انا ما كنبيع ما كنشري فيه. كيفاش ما عندك به علاقه وانت ملي جاوا البوليس لقاو الكرطونه في يدك؟ ايه لقاوها في يدي حيت جابها لي فيرج وشديتها من عنده. وشكون اللي صيفطها لك؟ ما عرفتش سيدي، انا غير جابها لي فيرج وشديتها. انا خدامه في الدواء ولكن ما عندي علاقه بهاد الدواء، اول مره نشوفه. وحتى ولدي حتى هو ما عنده حتى شي علاقه، واصلا انا موالفه كناخذ الدواء اللي كيفرقوا علينا وكندخلوا للفارماسيان. اخ هما واحد المجموعه، هما بزاف شي 5 ولا 6، جابوا لي واحد جوج الكراتن ديال الدواء، قالوا لي عطيهم لواحد السيد. انا هذوك الكراتن ديال الدواء انني عطيتهم لهذاك السيد، انني ما عرفتش فيهم بان فيهم اقراص مهرويزه. لا حد الان حتى اصبحت لقيت راسي انني هنا في السجن، تحكمت بعامين ديال السجن وبقات لي ثابته. الولد هو اللي جابني في هذا المشكل، حتى هو في السجن تحكم ب4 سنين، خلاو لي عامين، دابا حيدوا له عامين وخلالو عامين. كنحس براسي انني مظلومه، لانني انا مراه عندي 60 عام في عمري، لان دوزت حياتي شبابي كله كنت خدامه، حتى لقيت راسي مرميه في السجن، وجاني مع السن ديال التقاعد. هذاك النهار فاش المهم 12/6/2023 كنت غادي نعمر التقاعد ديالي. المهم عقب تشديت في 10/9/2023، التقاعد ديالي الان باقي انني ما عمرتوش، لانني لقيت راسي هنا في السجن. الا ما كنبكيش انا ملي دخلت لهنا السجن، ما صافي صحيت ما بقيتش كنبكي. البكاء ما بقي، لانني عشت في ظروف قاسيه. راجلي عقل على ولده ما عقلش عليا انايا. دابا هو الفلوس اللي كتحط هنا في الحانوت كيعطي لولده، انا ما كيعطينيش انا. قالت لي بنتو دير لها واحد 500 درهم غير، المهم 500 درهم ديرها لها غير الشهر. قال لي لا فلوسي ما تشوفهمش، وانا حاكمه عليه المحكمه بان خصني غير نبلغ ونفذ ونشد حتى انا داك الفلوس ديالي. انا ما كنحقدش، انا من النوع اللي مسامحه، من النوع اللي ما كيعقدش وانا مسامحه، ولكن هو حقود. انا ما كنحقدش، ما حقد حتى على واحد.
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عناية خاصة بالفئات الهشة بالوسط السجني وبالخصوص فئة النساء، لأن غالبا ما هذه الفئة إما نجد نساء حوامل أو مرفقات بأبنائهم أو أطفالهم أو مسنات أو نساء سجينات يعانين من أمراض مزمنة، فهذه الفئة تحظى لدى المندوبية العامة لإدارة السجون بعناية خاصة. هناك فريق عمل متكامل ومنسجم وهو بمثابة خلية نحل تشتغل ليل نهار كما كل من موقعه وكل بحسب تخصصه، وذلك من خلال مجموعة من المصالح، سواء مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، كذلك مصلحة الضبط القضائي، مصلحة الرعاية الصحية، مصلحة الاقتصاد، ومصلحة الأمن والانضباط. فجميع هذه المصالح تشتغل في تكامل فيما بينها، وذلك من أجل تحقيق أهداف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. أنا مظلومة وبغيت حتى نقول حتى المشكل ديال الزوج، وبغيت نطالب بالحقوق ديالي من عند هذاك الطبيب. 36 سنة ديال الخدمة عنده في الأخر صافي رماني، واش ديكلاراسيون خاصها تكون حتى 10/9/2023، هو ديكلارا حتى من 90 حتى 2007. منين مشات عنده دابا أختي قال ليها أنا ما عندي دابا ما ندير ليها، لأن القانون ما غاديش يسمح لي أنهم من حتى المواسات ويحبس. أنا ما عرفتش، أنا كنت دايرة في الثقة، كنت دايرة بحال خويا احنا والعائلة بيناتنا، وكنمشي ونتمشى وداكشي، وليداتي كبروا مع وليداتو. نقول لهاد الناس ما يديروش الثقة، هذا صاحبي ولا هذا ندخلوا عندي لداري ولا هذا ياكل ويشرب معايا ولا هذا مهم الخير ولا هادي، داك الخير ديري في راسك. انا مسامحه ولدي ومسامحه الزوج ديالي، انا امراه مسامحه اللي دار فيا شعار انا القلب الكبير والقلب الابيض. العالم الخارجي كيشوف بان المؤسسه السجنيه مجرده من الجانب الانساني، بالعكس راه المؤسسه السجنيه هي المبدا ديال التعامل الانساني، هي المنبع، لان كيفاش كنتعاملوا معاهم هنا راه كما قلت لك كنجردوا من الصفه ديالتنا، كنولوا الانسان، الام، الاخت، الصديقه، البئر الاسرار. بعض المرات راه كنتعاملوا معاهم بحال كنتعاملوا مع وليداتنا الصغار، راه تنعيشوا معاهم الجانب ديال الامومه ديالنا كنعيشوه مع المعتقلات، وبالاخص اننا عندنا واحد الفئه اللي راها هشه، مرفقات، مسنات، حوامل، مرضى، كيكون عندهم واحد التعامل كما قلت لك خاص، يعني كتشوفي فيه الجانب الانساني اكثر من الجانب الامني. كنتعاملوا بالجانب الانساني اكثر ما كنتعاملوا باننا راه حنا هما داك الانسان اللي سالب الحريه لهذوك المعتقلين ولا المعتقلات. بالنسبه للحياه اليوميه داخل الاسوار ديال السجون، غادي نقول لك حياه ديال برا هي مصغره، زيد عليها انهم ما عندهمش الحريه، يعني التصرفات ديالهم كتكون شويه كيفاش غادي نقول لك محدوده بين أربعة ديال الحيوط. هذا اول حاجه. ثاني حاجه كاين بيناتهم الالف، المحنه، انهم كيعزوا بعضياتهم، كيتعاملوا مع بعضياتهم. هادو اكثر الحوايج شفتهم هنا داخل المؤسسات السجنيه، وبحكم العمل اليومي ديالي معاهم كنشوف بانهم كيقدروا يصبروا بعضياتهم على المحنه ديالتهم، كيقدروا انهم يتجاوزوا هذيك المحنه ويتناساوها بسبب الانشطه اللي تدار ليهم، اعراس مصغره، افطارات جماعيه في رمضان، كيتناساو هذيك المحنه ديال المؤسسه السجنيه بهاد الانشطه. كنحاولوا اننا نخفوا عليهم وطاه الاعتقال. بكيت ان امي ملي دخلت لهنا، كانت امي كانت في الكوما، دخلوها لا كلينيك، هي فاش بكيت ندخل هنا عند واحد لاكلينيك عند الدكتور، هذيك هي اللحظه فاش بكيت. ودابا الوالده ديالي انا ما عرفانيش انني في السجن، انا عندي جوج خواتاتي في فرنسا، جا واحد اختي التوام ديالي كيدوزوها لها دابا في المهم في الواتساب داكشي، كنقول راه امي غتموت، راه امي هادي، داكشي اللي بكاني، ماشي حاجه اخرى اللي تبكيني، ما بكاتني حتى حاجه، انني جالسه دابا نفسي كناكل كنشرب
مهرين فينا، توحشتي العائلة ديالتك وخواتاتك كنتي كتهضري معاهم في الواتساب أنهم خارج الوطن، خوتك كانوا كيدورو بيك، العائلة كانت كلها كتجمع، الكونجي ديالي كنت كندوزو مع خواتاتي كنمشي، المهم خواتاتي عندهم في الجديدة كنمشي كندوزو في الجديدة، وولدي كنت المهم ولدي كنت كنمشي عنده شاك ويكاند كنت كنمشي عند ولدي كنجلس معاه كندوز معاه الويكاند، وتوحشت ولدي. كما كتعرف المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج كتهتم بالكاتيجوري فيلنيرابل ولا لا بوبولاسيون فيلنيرابل، وهنا كاينين لي فام اي سيرتو هنا غنهضروا على لي بيرسونز اجي ولا المسنات. فحنايا كسيرفيس سوسيال ولا بصفتي مشرفه اجتماعيه او مساعده اجتماعيه بالمؤسسه عندي علاقه مباشره بالنزيلات، والبوابه الاولى اللي كنتعرف بها على النزيلات كاين الاستقبال والتوجيه، كلينا من اننا ناتينيي لي سوفرانس ولا نخفوا من صدمه الاعتقال. وصدمه الاعتقال كيف ما كيعرفوا جميع ولا كيف ما كنعرفوا انها ما سهلاش، ان بين ليله ونهار حتى يعني سيختو هنا كنهضروا على لا فام ولا كنهضروا على الام كتلقى راسها بين اربعه الحيوط، بعدت على لا فامي ديالها، بعدت على وليداتها، بعدت على لي زاكتيفيتي اللي كدير، دونك هي ما سهلاش. هنايا كتولي عندنا الام او المراه كتدخل في واحد لي طاب سيشيك اللي هي شويه كتكون شويه صعيبه اللي خاصها ان سويفي. هنايا في الاستقبال فاش كنشوفوا ان ديكا اللي كيكونوا صعاب بحال هكا ولا كيدخلوا فواحد لي طاب سيشيك اللي خاصها سويفي كننحلوها على البسيكولوج كيقوم بدا سيونس ديال هذا سيونس ديال الدعم النفسي مع النزلاء. شي رمضان دوزنا في الخيرات، كنصلي التراويح ديالي كنصلي وكان المهم عطينا مصاحف، نهار الثلاث كتجينا وحده من المجلس العلمي كنقراو هنا القران. المهم عندنا هنا أنشطة بزاف، كاين التكوين المهني مستفدت منه البنات في هذا، كل شيء كاين عندنا، كاين السيراميك، كاين الخياطة، كاين الفصالة، كل شيء كاين عندنا، موفرين لنا جميع الشروط ديالنا اللي باغيين حنايا. أي حاجة بغيتيها كتعيطي رئيسة الحي أختي عائشة وكنشكروها، موفرة لنا كل شيء من أدوية من طبيب من الأكل مخير عندنا الماكله، كيعطيونا داكشي بغيتي الزياده كيزيدوك، ومهلين فينا من داكشي هاد الناس ديال هاد السيشن. المسؤولين المسؤولات كلهم الله يعمر لهم الدار، المدير المؤسسه الله يعمر له الدار، رئيس المعقل كلهم مزيانين معنا هاد الناس. عندنا الطبيب ديالنا كيجي كيعيطوهم كيوقفوا ولا ضرك غير راسك، واخا يكون حتى السبت والحد كيعيطوا وكيجي هنايا، عندنا لي زانفيرمي هنا كيجيو كيوقفوا، كانت شي حاله ايرجون راه كيديو عندهم المصحه ديالهم، ولا كانت شي حاجه ماهياش كيخرجوها لوبيتال هنا بروفانس بني ملال. المهم مهلين بزاف. داخل السجن ومن بعد ما فاقت ميامنة من الصدمة، لقات راسها بين الناس اللي ساندوها باش تخرج من الأزمة ديالها، وبفضل موظفي السجن والمسؤولين على التكوين ومؤسسة محمد السادس حاولت تندمج وتكونات وعمرات وقتها بأنشطة منحت لها فرصة باش تعيد حساباتها وتعاود تزرع الأمل في حياتها من جديد. المؤسسة السجنية ديال بني ملال فهي كباقي المؤسسات السجنية بالمغرب تعمل على تنفيذ استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تنفيذ مجموعة من البرامج التأهيلية والتربوية. فهذه المؤسسة يعني تضم مجموعة من البرامج التربوية تعمل على تنفيذها على يعني جميع المستويات، يعني هناك
برامج التعليم، برامج التكوين المهني، برامج محو الأمية. لا جينا نهضروا على برامج التكوين المهني فالمؤسسة تحتوي على أو تضم يعني سبعة ديال الشعاب في التكوين المهني وكذلك أربعة شعاب في التكوين الفلاحي، ويستفيد خلال هذه السنة ما مجموعه 248 سجين. برامج التربوية والتأهيلية التي يتم تنفيذها داخل المؤسسة فتعطي الأولوية للفئات الهشة، وهنا أقصد فئة النساء والأحداث، يتم تشجيعهم على الانخراط في هذه البرامج. باسم الطاقم البرنامج الاجتماعي الحبيبة أمي تلفزيون الواقع، يعني ومن خلال يعني الاستقبال ومن خلال هذه اللحظات اللي قضيناها معكم في تصوير هذه الحالات ديال الأمهات داخل السجون، يعني نبغيو نقدموا التحية من خلالكم جميع المضطافين. يعني كنأكدوا أنه فريق منسجم، الله يجعل لهم هذا العمل في الميزان المقبول. حنا بغينا نقدم واحد النداء سيدي حافظ، مجموعه من الجمعيات كتبغي تقدم انشطه ولكن ما كتعرفش كيفاش تقدم الطلبات ديالها. كاينين مجموعه ديال الجمعيات باغا تواصل، باغا تدير زيارات، باغا تساهم في هذا يعني هذه الاستراتيجيه ديال المندوبيه العامه اللي كتهدف لادماج السجين. اتقدم ب دعوة إلى جميع فعاليات المجتمع المدني يعني لطرق أبواب المؤسسات السجنية، لأن هذه المؤسسات تضم مجموعة من الفئات سواء كانوا نساء أو أحداث أو مسنين، وهم بحاجة إلى خدمات هذه المؤسسات وذلك بالتأطير والتوجيه. فمهما قامت إدارة السجون به من أعمال فهي تبقى في حاجة إلى جميع الشركاء سواء كانوا حكوميين أو غير حكوميين أو فعالية المجتمع المدني حتى ننهض بهذه الفئة. انت دابا الحمد لله قريتي وتكونتي ودتي فورماسيون وتخرجتي وخدمتي، والقرايه كان المفروض يعني تنفعك ولكن ما درتيش احتياطات، يعني علاش ما احتاطيتيش؟ والله يا مدام ابتلاء ديال الله، ابتلاء ديال الله سبحانه وتعالى. كيف قلت لك هذا الابتلاء يعني ربي ملي كيحب العبد ديالو كيبتالي كيبتالي، ولا حاسه براسك مظلومه ربي ان شاء الله غيعوضك. امين. وما ان يعلم الله في قلوبكم خير. امين. يوتيكم خير. ربي ان شاء الله يعوض. ومن بعد بقاش لك بزاف، يعني بقات لك شي حال دابا شي عام، عام وربعة اشهر اللي بقى لك. ان شاء الله نتمنى يجي شي عفو فيما تبقى من 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 من, من العقوبه. قلتي لي النصيحه اللي توجهها للوليدات والامهات النصيحه اللي كنوجه للوليدات والامهات انهم ما يغلطوش، انهم يمشوا في واحد الطريق مستقيم، محتاطوش محتاطوش يحسبوا الخطوات ديالهم الخطوات ديالهم. قلتي لي ما يبقاوش يتيقوا والثقه ما تكونش الثقه في كل شيء. ماشي في كل شيء، راه كاين الناس المزيانين كاين الناس الخايبين. اليوم محرومة من حريتها ولكن تعلمت درس داخل القضبان، شاركته معكم. ميامنة رسالتها واضحة للجميع، ما تثقوش في الناس ولو المقربين منكم. الحذر من كل حاجة كيعطيها لك الغريب أو القريب وكتجهل أشنو فيها ومصدرها، فالقدر ما كيرحمش.
ما بقى عندي ما ندير غادي انني نخرج دابا نخرج ولادي ما عندي ما ندير يعني متاحه الحمد لله مرتاحة. جانب الطبي لا جانب الطبي قلت لك من جهه القرايه كلشي كيقرا هنايا كلشي كياكل ورمضان دوزنا احسن ما يرام هنا في السجن الحمد لله, الحمد لله الماكله كتشدي حتى الخمسه الوجبات ورئيسه الحي واقفه وكتوقف عليهم كتعطيونا الماكله ديالنا والموظفات كلهم كيعطيونا الماكله ديالنا كلشي نقي كلشي مواد النظافه موفره لينا كلشي موفر لينا المهم حتى من المواد ديال النظافه اللي كنغسلو حنا راه كلها كيعطيوها لينا يعطيوها لنا لا الحاجه الوحيده هي انك محرومه من ديك اللمه المهم محرومه من اللمه ديال العائله والوالدين وما هنايا الموظفات مواسينا كيجيو عندنا الصباح يجيو عندنا في العشيه يجيو عندنا وسط النهار كل شيء قلت لك هنا موفر ان شاء الله يكون فرج ونتواصلوا معك ان شاء الله منصور مهدي اللي بوس راسك منصور مهدي اللي على رجليك تحنا منصور مهدي اللي بوس منصور ومهدي اللي على رجليك يتحنى والخير يترجى في باب رضاك ضميني وستريني بغطاك لا ليلى لا انتي الغاليه المي ما الميمه الحبيب